وقفة مع أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع دينا الشرف. إليك دينا. شكرا لك إلهام. شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن انفجرافات تسلط الضوء على إشادة وكالة فيتش العالمية بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح بفضل الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها رغم الأزمات المتتالية. وأبرز التقرير تأكيد فيتش أن مصر تقود الزخم القوي للإصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تطرقت لمجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية. أكد وزير البترول طارق الملا ضرورة الإسراع في مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد على التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التعدين للحفاظ على البيئة. وخلال لقائه مع وزير البيئة الأسترالي ريس ويتبي على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أشار الملا إلى هناك فرصا واعدة في مصر في مجال التعدين بعد الإصلاحات التشريعية التي تمت. ومن جانبه قال وزير البيئة الأسترالي أن مصر تقود نموذجا رائعا في استضافة قمة المناخ التي ستخرج بنتائج إيجابية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793 مليار و24 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2279 نقطة. وقفز مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة. قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشاينينغ إن اقتصاد بلاده نما 3% خلال الأرباع الثلاثة الماضية وأنه يمضي في اتجاه صعودي، وتعهد بمواصلة دعمه بمجموعة من السياسات. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الصيني مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيانيا جورجيفا، وذلك على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا أسيان في كمبوديا. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى دينا وإلهام. إليكم. شكرا لك دينا شرف.